الغرفة الصناعة التقليدية بصفة عامة. اليوم وصلنا تقريبا غادي لسنة ونصف، يعني ما يقارب سنة ونصف من التسيير. اليوم كان عندنا واحد الاجتماع ديال لجنة العلاقات الخارجية من بعد واحد الضجة ديال، لان كنعرفوا لجنة العلاقات الخارجية والشراكة والتعاون من بين الادوار ديالها وضع برامج ديال البعثات الخارجية من اجل واحد البرنامج من اجل الانجاح ديالو، يعني الناس اللي غتسافر خارج الوطن من اجل خدمه المهنيين والغرفه، ماشي سفر من اجل السفر، ماشي فقط السفر من اجل السفر، لان هذا المال العام، وحنا في ظروف ديال الازمه العالميه يجب ترشيد النفقات. انا كرئيس لجنه كنتفاجئ بالاسئله ديال بعادي ديال الاعضاء، اننا راه سمعنا ناس سافرت خارج المغرب. الرئيسه ديال غرفه الصناعه التقليديه السيده جليله مرسلي ما كتجاوبش على التليفون، انا كرئيس لجنه خصها تجاوبني واش القرار خداتو هي ولا خداه شي واحد اخر، ما كتجاوبش. منين كتلجأ النواب الرئيس يقول لك ما تتجاوبنيش، ما غاديش نعمم، وانما كيقول لك راه ما حنا ما تتجاوبناش. واليوم في الاجتماع تيقول لك حنا ما عارفينش، تيقول لك لا راه هي فعلا واحد سافر. واش هل يعقل واحد يسافر خارج يمثل غرفة الصناعة التقليدية بوحدو؟ ما يمكنش. واش هاد الغرفة ما فيها موظفين، ما فيها أعضاء، ما فيها واحد الوفد أو لبرنا؟ أنا كلجنة ما وضعنا حتى شي برنامج اللي من شأنه يرجع للمهنيين بواحد النتيجة. هنا كنوضعوا تساؤل لهاد الناس اللي كيتنتخبوا في واحد المجالس منتخبة، شنو الغرض ديالهم من الانتخاب؟ واش فقط من اجل نتسمى رئيس او لا رئيسه، ولا من اجل العمل باش ننجحوا الغرفه والمهنيين؟ صراحه هاد الشيء ولا كيوضع اسئله، لان حنا غادي الا بقات الامور بهذه الطريقه غادي نلجؤوا لاسئله برلمانيه ومراسله الوزيره ومراسله وزير الداخليه، لان باش واحد يسافر بوحده بدون تنسيق مع اللجنه، بدون وضع برنامج، بدون تقرير، بدون اي شيء، هادشي راه لا يعقل. لان هذا المال العام، اللي بغى يسافر خارج الوطن خصو يسافر بالمال الخاص ديالو، واللي باغي يسافر كيمثل الغرفه خصو يمشي وفق واحد البرنامج.